أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الموضوع الجديد والمتجدد دائما ألا وهو موضوع حجب المواقع الإباحية. للأمانة هذا الموضوع إحنا ما بنعرف عنه إلا من الحملات، إلا لما يكون صار مشكلة، لما زي الآن الحملة قبل أسبوع، حملة حجب المواقع الإباحية والنواب حكوا فيه. ليش؟ لأنه كثير من الأهالي وكل الأهالي طبعا بشكل عام ما بيتابعوا، ما بيعرفوا عن هذا الموضوع، إلا بيتفاجأوا أحيانا بأولادهم بأبنائهم، خاصة الآن مع موضوع التعلم عن بعد. لذلك عادت الحملة من أول وجديد، حملة حجب المواقع الإباحية. راح نتحدث عن هذا الموضوع وعن بالأرقام وبمعلومات مهمة حول موضوع المطالبة بحجب هذه المواقع، وليش دائما بتكرر وليش دائما بنعاد هذا الموضوع. ليش يعني هل الدول والناس في العالم كله مش متفقة على هذا الكلام، خاصة دولنا العربية والإسلامية؟ معقول نضل نطالب؟ معقول لما يجي مزود الخدمة بيجي بيطالبني بفلوس زيادة، بيقول لي لأن أنا بقعد موظفين عشان يحجبوا هذه المواقع، والمواقع بنفس الوقت بتقوم تتغير. المواقع شو غايتها فعليا؟ هل هي مادية بس أم هناك أفكار أخرى يعني بيحاولوا يغرسوها يوجهوها من الهدم ومن غيره في أجيالنا وشبابنا؟ يعني أمور عديدة وموضوع مهم جدا ولازم نتوقف عنده. لذلك معنا الدكتور محمد عبد الجواد من مصر، وهو مؤسس فريق واعي للتوعية بمخاطر الإدمان على المواقع الإباحية. يا ازيك يا دكتور، يعطيك العافية. دكتور محمد، أهلا أهلا بحضرتك. الله يسلمك، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، أول سؤال أنا بدي أسأله بعد إذنك، يعني موضوع حجب المواقع الإباحية، وأنتم في بلد في مصر معروفة في موضوع متابعة الكمبيوتر والآي تي وهذه الأمور بشكل كبير في الوطن العربي، هل هذه المعاناة وسبب يعني سبب تأسيس هذا الفريق، هل هذه معاناة في كل الدول العربية؟ هل هي موجودة ومؤرقة تماما؟ ما السبب بداية في تأسيس هذا الفريق؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالمستمعين، وشكرا على دي الاستضافة. وأنا يعني فريق واعي أنا لم أؤسسه لمصر فقط، ولكن هو كان التأسيس كان في 2014، كان هدفه رفع الوعي وزيادة الوعي بمخاطر المواد الإباحية على الدماغ والعلاقات والمجتمع في العالم العربي كله. ولازم يعني نفهم الجمهور حاجة مهمة جدا جدا وكل المستمعين، إن الإباحية هي خطر صحي عام بيؤدي لآثار صحية عامة وأضرار اجتماعية كبيرة جدا 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 لطائفة واسعة من الأفراد، وهي أزمة صحة عامة في العالم كله، والعالم العربي هو جزء من هذا العالم، لأن الأداة المستخدمة في الوصول إلى الإباحية هي الإنترنت. فالإنترنت الآن في يد الصغير والكبير، الغني والفقير، الإنسان اللي عايش في العالم الغربي أو في منطقة الشرق الأوسط، كله بيقدر يوصل بسهولة جدا إلى المواد الإباحية. فهي لها ميزات كتيرة جدا جدا، رخيصة الثمن، سهولة الوصول 24 ساعة في اليوم، السرية التامة في الاستخدام، الشهوة المركبة لدى الإنسان تجاه الجنس، كل هذه عوامل بتساعد بشكل كبير جدا على انتشارها بين البشر. كمان يعني لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الإباحية يعني مش كلمة أزمة صحة عامة كلام عام، لا، ده كلام بيتضمن تفاصيل كثيرة جدا جدا أثبتتها الدراسات في السنوات الأخيرة. فالإباحية من الممكن مثلا أن تسبب الإدمان، إدمان حقيقي، إدمان بيولوجي، تحدث تغيير بيولوجي في الدماغ البشري يماثل تماما إدمان المواد الكيميائية زي الكوكايين. فهي تسمى الآن يعني كمصطلح مشهور جدا جدا في العالم بالفيجوال كوكين، الكوكايين البصري. في تحديدا في عام 2014 استشهد بدراسه واحده في جامعه كامبريدج ببريطانيا بقياده دكتوره فالي فون وفريقها البحثي، اجروا بحث على ادمغه مدمني المواد الاباحيه، وكانت المفاجاه بعد تصوير الفانكشنال ام ار اي اللي هو الاشعه الرنين المغناطيسي الوظيفيه لهذه الادمغه، تبين ان النشاط الدماغي لادمغه مدمني الاباحيه يماثل تماما النشاط الدماغي لمدمني المخدرات. فإذا احنا كنا بنخاف على أولادنا من الكوكايين والهيروين وغيرها من المواد المخدرة، فالإباحية تماثلها تماما، وأسهل وأرخص وأكثر سرية كما طيب تحدث. يا دكتور، نبدأ في موضوعنا الآن. هل من الصعب من ناحية تقنية على الجهات المسؤولة، إن كان في الأردن في مصر في أي دولة عربية، من حجب هذه المواقع تماما، أم الموضوع يتعلق في يعني في أن هذه المواقع بتحاول دائما حتى لو تم الحجب أو تم الحظر أن تعود
تحاول أن تكون متاحة. ما هي العلاقة التقنية في ذلك ما بين الحجب وما بين وجود هذه المواقع؟ ده سؤال ممتاز، والإجابة على السؤال ده لازم نفهم يعني عدة نقاط هنبني عليها إجابة السؤال. يعني دايما زي ما حضرتك بتقول دايما المطالبة تتجدد، يعني مش أول مرة في الأردن كما حضرتك تعلم، ولا في مصر ولا في الجزائر ولا في دول كتيرة جدا، يعني المطالبات دي دائما مستمرة، تهدأ بعض السنوات ثم تعود مرة أخرى إلى السطح بسبب اللي أنا اتكلمت عنه من شوية، هو الأضرار الكبيرة جدا اللي بتلمسها الأسر على المستوى الكبار أو حتى الصغار. يعني إحنا كفريق واعي بنعمل منذ 7 سنوات في هذا المجال، عندنا خبرة كبيرة جدا جدا ودراية بمدى حجم المشكلات الكبيرة جدا اللي بتواجهها الأسر في العالم العربي وبشكل كبير، سواء على المستوى قلنا الكبار أو الصغار. نعم فالناس مدركة تماما لهذا الخطر وتعانيه بشكل يومي. فلما بيطلع نائب في البرلمان او مجموعه من الشباب او مجموعه من المتطوعين للدعوه لغلق المواد الاباحيه، فهم بينادوا على اساس واقعي وعلمي ايضا. في حاجه مهمه، كيفيه الحجب او عدم الحجب نعم انا لا استطيع ان اجيب عليه، لكن انا استشهد لك بادله على امكانيه الحجب. يعني يعني طالما ان في دول هل في دول فعلا هي حاجبة المواقع الإباحية تماما على الكبار وعلى الصغار؟ هو ده اللي انا هقوله. تفضل. يعني مثلا هناك دول كثيره، يعني عندك المملكه العربيه السعوديه وانا مقيم فيها منذ 10 سنوات، هي واحده من الدول التي تحظر المواقع الاباحيه بشكل كبير جدا جدا منذ عده سنوات، وليست السعوديه فقط ولكن ايضا ايران منذ عام 2005، ايضا الكويت في عام 2015 بدأ الحجب عندها حتى الآن، سوريا مؤخرا، أيضا روسيا في عام 2016 تحديدا في شهر سبتمبر، بوتين نفسه هو اللي أصدر القرار بحجب أكبر موقعين لهم نشاط في روسيا. وكان البيان اللي صدر وقتها إنه وصلوا تقرير بيقول إن المواقع الإباحية أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج وعن الإنجاب، وده أثر على يعني نعم المجتمع الروسي كان بشكل كبير المجتمع جدا. ايضا الفلبين، الفلبين في يناير عام 2017 وزير الصحه هو اللي دعا الى غلق اكبر مواقع اباحيه في الفلبين، وتم القرار. مش بس الدول دي، يعني انت عندك في الولايات المتحده الامريكيه ما فيش حجب، لكن لا في نشاط كبير جدا جدا بالتوعيه بمخاطر الاباحيه من ستينات القرن الماضي، تخيل. الولايات المتحده الامريكيه عندها اسبوع وطني امريكي منذ عام 1987 حتى الان بيستمر نشاطه حتى هذا العام، كل اكتوبر من كل عام بيكون في نشاطات عديده جدا جدا تدعو الى التوعيه بمخاطر المواد طيب الاباحيه. بريطانيا عام 2017 ظل طيب يا دكتور، من المستفيد من ومجلس الوزراء الاسرائيلي نعم ايضا اقر حجب المواد الاباحيه في اكتوبر 2016. يعني كل يعني اغلب دول العالم واكثرها، ويعني لما بتحكي روسيا و لا مش اغلبها، ولكن جزء كبير هناك من دول الدول اهو حتى اسمها الكبيره روسيا. والمعروفه. نعم ايوه ودول معروفه طبعا طبعا طيب طبعا. يعني دكتور، ما الذي يستفيده اصحاب هذه المواقع؟ ما الفائده؟ على ماذا تعود؟ هل هي ماديه؟ هل هي في امور في توزيع او في نشر هذه الافكار وفي هدم الاجيال؟ ما الفائده؟ الفائده ربحيه ماديه في المقام الاول. المواد الاباحيه اللي بتنشر على هذه المواقع وان كانت مجانيه ولكنها بكل فيديو بيشوفه المشاهد هو بيمثل نقره على اعلان، فهم بيكسبوا من الاعلانات مكاسب طائله. تاني حاجه، المدمن بيجي في مرحله معينه بيدخل في مرحله التصعيد اللي فيها بيحتاج ان هو يشاهد مواد عاليه الجوده لممثلين مشهورين اباحيين، فبيدفع فلوس، هم هدفهم الربح نعم المقام الاول. نعم طيب دكتور، هل بالإمكان
معرفة بعض الإحصائيات وبعض الأرقام إن كان في دولنا أو في كذا عن كميات البحث. أذكر في أول ما انتشر الإنترنت كان يتم ذكر إنه فرضا أكبر بحث هو على هذه الكلمات المفتاحية الجنسية والإباحية. هل ما زال هذا الأمر كذلك حتى يومنا هذا؟ وهل هو في ازدياد أم في نقصان؟ هل هناك أرقام في المتابعات؟ طبعا في ازدياد طبعا. يعني انت لك يعني كفايه انك تعرف ان كل ثانيه بيكون في 30 ألف بحث عن الاباحيه في الانترنت، ان كل 30 دقيقه تقريبا بينتج فيلم اباحي جديد في الولايات المتحده الامريكيه فقط. الاباحيه منتشره بشكل كبير جدا جدا في العالم، وللاسف للاسف طول ما ان مفيش اداه للحجب بتمنع الناس او تؤخر الناس عن الوصول للاباحيه، فده بيؤدي للانتشار بشكل اكبر. عشان كده انا حابب اقول كلمه للوزارات، المسؤولين في وزاره الاتصالات في العالم العربي بالذات، اللي بيعارضوا دايما او مش معارضه، ان هم بيقولوا ليس هناك فائده من الحجب طالما ان هناك في في بي ان ابلكيشنز تقدر تكسر بيها الحجب تفتح ده. أي حجم. انا يهمني في المقام الاول واكرر واشدد على هذا الامر، الاطفال. يعني دراسه بريطانيه موسعه اثبتت ان اكثر من 30% من الاطفال بحث على الانترنت بشكل عادي عن موضوعات ليست لها علاقه بالاباحيه، فمنتجو الاباحيه هم يهمهم جدا جدا اصطياد الاطفال كزبائن دائمين لديهم، فيعرفون كيف يصلون الاطفال عن طريق الجيمز وعن طريق البريد الالكتروني وعن طريق البحث العادي في الانترنت. فتخيل حضرتك، احنا لا يمكن ان نقول اننا نراهن على وعي الشعوب، لان الشعوب لا تملك اصلا وعي بمخاطر المواد الاباحيه ولا طرق الوصول اولادنا ليها. احنا الجيل الحالي الصغير ده حضرتك معرض لمخاطر كبيره جدا للتعرض للاباحيه، تؤدي الى تغيرات سلوكيه ونفسيه وعقليه وذهنيه، وايضا تسبب خطر كبير جدا، ازدياد حالات الطلاق وضعف الانتاجيه وازدياد حالات الخيانه، دي كلها بسبب الاباحيه للاسف. نعم. طيب دكتور، هل هناك بعض قصص النجاح للشعوب العربية تحديدا في المطالبات وتم يعني تم قبولها وتم التفاعل معها وحجب وحصول الحجب فعلا في دولنا العربية بشكل عام؟ هو يعني غير الدول اللي انا ذكرتها، نعم. يعني مثلا كنموذج، يعني او موضوع الضغط الشعبي، يعني الضغط الشعبي، انا لا اعتقد ان هو سيفيد في هذه القضيه طالما لا يوجد حوار بناء. يعني اود ان اوضح هذا، حوار بناء مع الجهات التنفيذيه المسؤوله عن اتخاذ قرار الحجب وتنفيذه، طالما ما فيش حوار بناء وان يتم مناقشه الامور دي بشكل سطحي في مجالس النواب. يعني مؤخرا في مصر من اسبوع تم طرح نفس القضية مثل ما يحدث الآن في الأردن تماما، وتم الرفض أيضا بحجة إن هم يعني إن هناك برامج تكسر الحجب أو نراهن على وعي الشعوب أو هذه من الكلمات يعني الغير مقنعة صراحة لما نواجهه من مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة لدى أطفالنا ولدى الحفاظ على قيم العائلة وتشجيع المتعافين على التعافي أيضا، لأن كل برامج التعافي من إدمان الإباحية أول حاجة بتدعو ليها هو منع الوصول إلى الإباحية ببرامج حجب. فلو إن الدولة بتدعم هذا الأمر فهي بتوفر على المتعافين جهد كبير جدا، وتوفر على الآباء اللي مش عندهم وعي ولا وقت إن هم يسطبوا برامج أو يدفعوا فلوس إضافية لخدمة إنترنت إن هو يجيب له المواقع الإباحية. إحنا بنقول الحجب مش هيمنع كل المواقع، لكن هيحجب أكتر من 90% منها يخفف. نعم. بشكل كبير، وكمان هيوجه رسالة للشعب الموجود في هذه الدولة إن الحكومة تقر بأضرار الإباحية وعلى وعي بها، ولازم الحكومات أيضا يعني تواجه الإباحية بشكل منظم، إزاي توعي أطفالها والنشء إن الإباحية دي خطر على أدمغتهم، خطر على سكيتهم، خطر على تغيير ميولهم الجنسية، خطر على حياتهم العاطفية والزوجية. ده مهم جدا. نعم. فالحجب لابد من اتخاذ قراره بناء على حوار بناء. لما يكون في شبهات لدى الجهات التنفيذيه لازم يكون في ناس مختصين يردوا على هذه الشبهات، ونوصل مع بعض الحل، هل فعلا الحجب ليه فايده مقابل يعني
مش هنقول المفاسد، مقابل يعني بعض الاضرار اللي ممكن تحدث او التكلفه مقابل هذه الفوائد. انا شايف ان الفوائد اكبر بكتير جدا جدا. انا لو قدرت انقذ 30% من اطفال بلدي من ان هم يقعوا في الاباحيه في سن صغيره، فانا كده يكون كسبت مكسب ليس له مقابل مادي، نعم لا يضاهيه مقابل نعم مادي نعم مطلقا. ده طيب مهم جدا. طيب دكتور، ماذا عن التعليم عن بعد الآن؟ هل هذا يعني ساعد في زيادة موضوع متابعة المواقع الإباحية في هذه الفترة بعد الجائحة؟ طبعا 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 يا فندم، بشكل كبير جدا. حضرتك دلوقتي احنا عندنا ادمان الانترنت اصلا هو سبب ادمان الاباحيه. المقام الاول في ادمان الاباحيه هو نوع من انواع الانترنت ادكشن. فالانترنت ادكشن ده مرض عام تحته عده انواع، منها ادمان الاباحيه، ادمان الجيمز، ادمان القمار. فلو ما فيش ادمان الانترنت غالبا مش هيبقى في فرصه كبيره جدا لادمان الاباحيه. فاذا كان الطفل كل ما يقضي ساعات اطول على السمارت فون بالذات وموصول بالانترنت، فقاعده يعني مشهوره قوي عند جماعه مشهوره جدا في امريكا اسمها نوفاب، يعني بتحارب الاباحيه، يقول لك اذا الجنس البشري زائد سمارت فون موصول بالانترنت فبيساوي ادمان اباحيه. فطبعا بشكل كبير لو، وانا بقول بنصح كل اب وكل ام يتحمل المسؤوليه الكامله بوضع قيود وقواعد للتعامل مع الأجهزة الذكية السمارت فونز والإنترنت، قواعد الأمان والسلامة والاعتدال علشان نحافظ على أولادنا. وأنا بقول حاجة أداة بسيطة ممكن جدا إن هو يستعملها وهذا أي سؤال مهم، برنامج حجم. وهذا سؤال مهم، يعني هل هناك على العائلة بعض النصائح أو الأدوات التي من الممكن أن تخفف من عرض هذه المواقع على الأطفال؟ خاصة وأنني سمعت وشاهدت كذلك أنه أحيانا لما بيكون التليفون أو السمارت فون أمام طفل لوحده ولا يتابع رجل كبير أو شخص كبير، أحيانا يتم عرض له أفلام أو لقطات إباحية أو من هذا النوع تحديدا. نعم 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 يا فندم، لازم الأب والأم الآن اللي بيسمعونا إن هو يتخذ قرار بسيط جدا جدا بوضع برنامج للحجب على الموبايل بتاع ابنه. لازم البرنامج ده زي ما حضرتك قلت في حاجة اسمها بوب أبس، إعلانات أو روابط منبثقة وإعلانات منبثقة بتظهر للطفل أثناء تصفحه الإنترنت بشكل عام. هو دي فايدة الحجب، ما هو أنا أكون قاعد ولا ببحث في الإباحية خالص ولا بفكر فيها وفجأة يظهر لي إعلان لموقع إباحي. برامج الحجب هي فائدتها كده، بتمنع هذه الإعلانات المنبثقة، تمنع ابني إنه يدخل موقع إباحي وهو بيبحث عن أي موضوع تاني خالص، لأن البحث على جوجل ممكن يوديه لموقع إباحي. فدي مهمة جدا جدا. في أبلكيشن جوجل، هي خدمة أصدرتها جوجل مؤخرا، اسمها فاميلي لينك. فاميلي لينك تقدر أنت تتسطب هذا الأبلكيشن على جوالك وجوال ابنك، في واحد للاطفال وواحد للاباء والامهات، وفي شروحات كتيره على اليوتيوب تقدر بكل سهوله انك تسطب البرنامج ده هنا وهنا عشان تراقب نشاط ابنك وتمنعه من تحميل اي تطبيقات او انه يبحث عن اي كلمات معينه، من مجرد انت حتى لو في العمل او في السوق او كده يجي لك على طول رساله يقول لك ان ابنك بيطلب الدخول للموقع ده، بيطلب الدخول للابلكيشن ده، فتكون على درايه تامه قبل ما تفوت السنين ونكتشف فجأة إن أولادنا تغير ميولهم الجنسية، أصيبوا بأمراض نفسية صعب علاجها، تورطوا في علاقات خطرة يعني صعب علاجها أيضا. فدي بتحمي أولادنا بشكل كبير جدا. تاني حاجة لازم إن إحنا نقلل استخدامهم من الإنترنت، يعني وهو قاعد على الموبايل بتاعه المفروض ما يكونش عليه أي أبلكيشنز غير اللي بيستخدمها فقط في التعليم، وأول ما بيخلص بيسلم التاب لابن أبوه وأمه. وان احنا نعلم اولادنا ان في حاجه اسمها حياه واقعيه لازم يعيشوها بعيدا عن الجوالات. عشان كده احنا انشانا فريق اخر ومبادره اخرى اسمها بلس 14، تدعو في المقام الاول الاباء والامهات الى عدم منح الهاتف الذكي لاولادهم دون 14 سنه. واذا بلغ الطفل 14 سنه يبداوا ان هم يقيموا اطفالهم هل هم قد المسؤوليه لامتلاك هاتف ذكي ولا لا تحت قواعد السلامه والامان والاعتدال، ويقدروا ان هم يزوروا موقعنا وحساباتنا باسم بلس 14 علشان يتعلموا هذه القواعد ويطبقوها على اولادهم علشان يعيشوا حياتهم الطبيعيه ويكتسبوا المهارات الحياتيه اللازمه لنموهم الطبيعي. يعني دكتور محمد عبد الجواد، انا بشكرك جزيل الشكر على هذه النصائح وهذه المعلومات المهمه، واللي ان شاء الله يعني يكون بلدنا وكل البلدان العربيه والعالم كله من غير اي
مواقع إباحية وجنسية بإذن الله تعالى. دكتور محمد عبد الجواد، مؤسس فريق واعي للتوعية بمخاطر الإدمان على المواقع الإباحية، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا شكرا لحضرتك. الله يسلمك ويبارك فيك. إذن الموضوع المهم أنه هذا الموضوع مهم ويهدد كثير من الأطفال والنشء والشباب في متابعة هذه المواقع الإباحية. أحيانا بيكون الموضوع ليس أنه حامل السمارت فون أو التليفون هو بيبحث، إنما الإعلانات مرات هي اللي بتطلع وبتتعمد، وهذا الشيء موجود زي ما إحنا بنشوف كيف على الفيسبوك بنحكي في موضوع ما بتشوف إلا الإعلانات كلها نازلة عن هذا الموضوع. كذلك حتى الأطفال لما بيشاهدوا تليفونات أبوهم وأمهم وتليفونات الكبار، ولما الكاميرا مبين أنه اللي بيحضر طفل، فبالتالي أحيانا بتم إصدار وعرض هذه المواقع ولقطات إباحية. لذلك يجب الانتباه لهذا الموضوع والاهتمام به. أيضا موضوع التطبيقات المهمة، جوجل أصدرت كما ذكر الدكتور تطبيق جديد باسمه Family Link، وهو بيشبك تليفونات مع الأولاد أو التابات مع الأب والأم حتى يتابعوا ويراقبوا. وكذلك تطبيق بوب أبس اللي هو بيمنع ظهور الإعلانات خارج المحتوى المطلوب أو خارج المواد التعليمية. لذلك هذه الخلاصة مهمة جدا، هذه المواقع والمطالبات متكررة دائما وباستمرار، ولكن يجب أن نعلم وأن نصل أنه لماذا لا يتم حجبها تماما مهما كان الطفل. لو كان في بداية تعلقه وإدمانه في هذه المواقع، لو كان لا يعني دائما كل الأطفال أنهم بيعرفوا عن البرامج وعن المواقع اللي بتزيل الحجب، مهما كان كما ذكر الدكتور حجب المواقع تقلل بنسبة كبيرة جدا من الوصول لهذه المواقع، وهذا ما يعني نأمل به إن شاء الله وأن يتحقق بإذن الله. الآن